من مختلف أنحاء الوطن المغامرة. أنا يقطعون مسالك جبلية ويمشون لساعات لأجل استكشاف مناظر ساحرة بشاطئ الساحل في ولاية جيجل. نتابع مع أيمن عبد الرحيم ونجم بكرش. المغامرة أولا عبارة تمسك بها المصطفون قادمون من مختلف أنحاء الوطن لأجل الوصول إلى شاطئ الساحل بمنطقة بني بلعيد بولاية جيجل لأجل استكشاف هذه المناظر الطبيعية الخلابة والساحرة. تحس بروحك راك جنة فوق الأرض، والله غير جنة فوق الأرض. نطلبوا من الناس تزور المنطقة هذه، هي خاصتها شوية، صح خاصتها شوية الطريق، لازم يخدموها الطريق. أصحاب القوارب الصغيرة هما اللي يوصلونا، وكما الحال هذا البحر طالع ما نقدروش، جينا على الجبل تلقينا حوالي تقريبا ساعة وحنا ماشيين. صعوبة المسالك وبعد المسافة التي تتطلب المشي على الأقدام لساعات طويلة ما يدفع هؤلاء لأجل التمتع بجمال الشاطئ ومناظره الطبيعية ونظافة رماله الذهبية. عندما يكون البحر هكذا القوارب لا تستطيع يعني الوصول الى الشاطئ. وصلت مره في القارب مي على المناطق في الغابه جبليه اول مره، صعيبه يعني تلقينا واحد ساعه. مناطق سياحية جميلة تتوفر عليها الجزائر بحاجة للاهتمام أكثر والاستغلال الأمثل من خلال تهيئتها والترويج لها داخل وخارج الوطن.